السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تفسير الأحلام، مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا جزيلا لكم. أهلا بكم. ممكن أخوك أو صاحبك أو زوجتك أو حد من أقاربك يقول لك أنا شفت الله عز وجل في المنام، فأنت تنصدم تقول له إزاي أنك أنت تشوف الله في المنام، هذا الكلام غير صحيح، الرؤية ديت أكيد من الشيطان. اعرف يا أخي الكريم أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة الله عز وجل في المنام، وكذلك لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اسأله إيه الصورة اللي أنت شفتها، فلو قال لك أن أنا شفت نور وشفت كأن واقف في هيئة عظيمة كده ونور من حواليا وسمعت صوت، اعرف ان الرؤية دي رؤية صادقة قطعية، وهو فعلا استمع الى صوت الله عز وجل في منامه. ولذلك يا اخي الكريم غالب المفسرين لم يختلف اي مفسر منهم على رؤية الله عز وجل في المنام، ولكن بلا تعطيل ولا تكييف ولا حد في صورة. ولذلك من اغرب الرؤى اللي مرت عليا اخت من الاخوات بتقول لي انا شفت كأن صوت بيناديني ويقول لي يا امتي سترزقين بالزوج الصالح والابن الصالح وتدخلين الجنة. وقالت استمعت للصوت مرة ثانية وقال يا أمتي سترزقين بالزوج الصالح والابن الصالح وتدخلين الجنة. فقالت من أنت؟ قال أنا الله. فالرؤية سبحان الله رؤية صادقة لا تحتمل الكذب نهائيا. ولذلك رأى فرقد السبخي رؤية عجيبة جدا، إن هو رأى في منامه كأنه واقف بين يدي الله عز وجل، وقال له يا فرقد احكم فيما احتكمت به. فقال احتكمت أن تغفر لي يا الله، فقال الله عز وجل غفرت لك. فلما قص الرؤية ديت على ابن سيرين عليه رحمة الله قال أبشر بمغفرة الله عز وجل واستعد للبلاء. فما لبث فرقد إلا أنه هو أصيب بمرض الفلج، والفلج اللي احنا عارفينه اللي هو عبارة عن شلل نصفي والعياذ بالله جل وعلا، فأصيب بالفلج ده حتى مات بهذا المرض. ولذلك يا أخي الكريم رؤية الله عز وجل جائزة، بمعنى أنك أنت تسمع صوته في المنام كأنه بيخاطبك. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأيضا أنك أنت لو شفت أن صوت وصل لك ولكن نور أو شعاع وسمع الصوت ده من وراء حجاب، أعرف أن الرؤية دي صادقة وأن هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أسأل الله عز وجل أن يرينا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يرينا المبشرات دائما منه. لو عجبك المقطع ده ما تنساش أنك أنت تدوس لايك وتشارك المعلومة دي لأصحابك فتدل على الخير كفعلي. ولو عايز يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو حول تفسير الأحلام وعالم الأعشاب والرقية والعلاج بالقرآن ما تنساش تضغط سبسكرايب وتدوس على زر الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. ليك أطيب تحياتي، أنا أخوك يوسف أحمد.